مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير مساء الخير. شايفين هاي اللي يفتون دائما على المسرح على اساس يقاطعوهم تصفيق. مساء الخير مشاهدينا وبرنامج جوكاش يتجدد لقائنا وياكم، يتجدد لقائنا ويا الفلوس ويا الدولارات ويا الربح ويا الملايين اللي هوايه. اكيد مساء الخير لكل عوائلنا العراقيه اللي حاليا تجوز تفطر، حاليا بعدها ماده السفره، ما بيها حيل تقوم من الاكل. مو لو اني غلطانه والمواعين مسطره منا لهناك. مساء الخير عليكم، نبدا رحلتنا احنا وياكم او مشوارنا ساعه ساعه احنا وياكم بالجو. راح نكون ويا جوكاش ويا الربح ويا الملايين ويا الفلوس اللي هوايه ويا كل شيء. خساره ماكو ان شاء الله، ان شاء الله كلها ربح بربح، وان شاء الله ان شاء الله اليوم نفوز ويانا اكبر عدد ممكن من الناس. ذكرت قبل كم يوم انه يوم الخميس راح يتم ويانا السحبه، اعطوني مجال بليز، انه يوم الخميس راح يتم السحبه، راح يتم السحبه على اكثر شخص اتصل بينا او راح ياخذ من عندنا جائزه قدرها 1000 دولار يوميا. انا وكل شويه انا واني من خلال برنامج جوكاش، حتى شنو حتى تتصلون هوايه وتكثفون اتصالاتكم تاخذون 1000 دولار. والو نزار. الو الو، شلونك؟ يا اهلا وسهلا، شخبارك؟ شلونكم؟ امورك؟ صحتكم؟ العائله شلونها؟ كريم عليكم، الله اكرم على الجميع. احكي لي نزار، طبعا انا عن طريق الصدفه دا اقلب وشفت البرنامج. اوكي، بقول لك خليها اتصل اتصل انت شو طلعت لي دايركت. انت نورتنا وصدفه حلوه وكل الهلا بيك ابويا، نورتنا. يا اهلا وسهلا فيك. احكي لي. دكتور نزار وياك. دكتور نزار اهلا وسهلا بيك. يا اهلا وسهلا. شنو اختصاصك دكتور؟ والله الحمد لله مو بحاجة الربح، أنا بقدر ما إني أريد أتصل بالبرنامج. أنت تؤمر عمر أكيد، ونورتنا بصوتك الحلو وشوي خلي ندردش. عجبتيني بأدائك. تسلم. خلي أتصل بالبرنامج. تسلم، هلا بيك. احكي لي دكتور، حضرتك شنو اختصاصك؟ اختصاصي كيمياء. شو؟ اختصاصي كيمياء. مو طب ميديك. لا لا لا. طب شهادة، دكتوراه شهادة. اوكي اوكي فهمتك. كيميكال كيميكال كيميكال، اي مو قلت لك كيميكال. نعم نورتنا. نعم. دكتور نزار واهلا وسهلا بيك، واحكي لي انت متزوج خاطب تحب؟ لا 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 لا، احنا معدين هالمرحلة كل نحب الحياة بس. اوكي، بس حضرتك متزوج؟ طبعا. اها، عندك اولاد؟ نعم. اها حلو، يلا نروح للشاشة. نعم. نشارك انا وياك شوي نستمتع والاسئلة حلوة. يا اهلا وسهلا فيك، بس يكون في علمك في بداية الامر اقول لك عن الارباح مو لي، الحمد لله الله مفضل علينا. طيب. وما محتاجها بقدر ما اني راح اشيلها وامطيها عيدية لناس فقراء، اكمل عليها من عندي وانطيهم. ان شاء الله تفوز ويانا. هل يكون هذا رباط الحديث بيننا؟ ان شاء الله. اسالي اي سؤال تبدي. ان شاء الله موسوعات. اول شيء الله يبارك بيك والله ينطيك والله يرزقك. تعرف ليش؟ لانه كل انسان يحب انه يعمل عمل خيري، هو عمل خير الله راح يبارك بيه والله راح يزيده. هي شبيهة الدنيا، هي شبيهة الدنيا للخير والله راح يزيده، لانه عمل الخير هو افضل عمل فعلا. المعروف انه دائما انه اللي يرد الجميل لازم يجي، يرد الجميل بالجميل، ولازم يجي يعني الله يرزقه، ما يعرف منين يجي رزق لانه ساعد. فاهمني؟ نعم نعم نعم. يلا نعم. نبلش انا وياك. اوكي، شويه ندردش دردشه حلوه. السؤال ظهر ويانا بالجو. السؤال بالجو اذا حضرتك بدك تشوفه. اين ستقام نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018؟ بالبرتغال. روسيا هولندا. هسه منو؟ روسيا 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 روسيا؟ ايه. يلا شباب نشوف الإجابة الصحيحة، إن شاء الله إجابتك موفقة ولو أنت غيرت. لا أنا جت بالي البرتغال لأمر ثاني. رصيدك 100 دولار حلوين. رصيدك 100 دولار حلوين؟ حلوين. شوي راح يدبل. ممنون منكم. يلا نبلش بالمرحلة الأولى. ثلاث صناديق. حضرتك متابع البرنامج من اول حلقه ولا شفتها صدفه اليوم؟ لا لا انا شايف حلقات عندكم. اها، شايفها يوتيوب ولا مباشر؟ ها؟ شايفها يوتيوب ولا مباشر؟ لا لا مباشر مباشر. اوه حلو، متابع جيد.
اي بس اتصلت بكم قبل كم يوم، يمكن قبل اسبوع. اي ما حصلت لان الظاهر زخمك على التليفون. فعلا اكو لود. ظاهر برنامجكم يعني محبوب ومرغوب بنفس الوقت. تسلم، الله يخليك، تسلم. ها شهاده نعتز بها احنا، واحنا نرحب بكل ناسنا، واكيد اكو ناس هوايه يتابعون ويوميا. اني بس اطلع من البرنامج التقي بناس هوايه. اكيد على التليفونات، بس اليوم حالفنا الحظ اني احصلكم. تسلم بداية البرنامج. كل الهلا بكم، اجمع ما راح اني اخص. يا اهلا بالرشيد وكادر الرشيد والقناه. تسلم دكتور، الله يخليك. تسلم. يلا دكتور، ثلاث صناديق، 1 2 3، اختار لي رقم. والله التالي ربع عالي. يلا ثلاثة. يلا زعلان رقم 3، اختار لي غير رقم. هاي شنو؟ بس يزعل. اي جابه واحد والله واحد. يلا رقم 1. 200 دولار رصيدك، حلوين. هذا حظ العوائل المتعففه. حلوين، ان شاء الله حظهم عالي. هذا مو حظي. انا حظي ردت رقم 3. بس هذا حظ العوائل المتعففه. اسمعني، ان شاء الله حظك عالي وحظ كل عوائلنا. يوم عيدية زينة. المحتاجة يكون حظهم عالي. اكيد احنا ما نريد نحكي ونقول ونعيد ونثقل يوميا، بس قناة الرشيد ايضا سباقة مساعدة الناس ومساعدة كل شخص متعفف. يلا نروح المرحلة الثانية، 4 صناديق راح تظهر ويانا بالجو، واريدك تركز وتختار لي رقم. قول يا الله. هسه رقم زوجي 4، بناخذ المرحلة الوسطية، خير الأمور أوسطها، رقم 2. يلا رقم 2، هاي تشتيتا، هاي تشتيتا، هاي تشتيتا، كل تشتيتا يعني. أنا أعرف أغنية تشيكيتيتا. لا هاي تشتيتا، هاي مالتي. زين غني لنا هاي الأغنية اللي تعرفها. يلا تشيكيتيتا؟ خاف صعبة عليك. لا غنيها، يلا بيا لغة هي. In your eyes there is no hope for tomorrow. روماني. How I had to see you like this. There is no way can deny it. I can see that you are so sad, so quiet. أغنية طويلة. okay. طويلة طويلة. أوكي. Okay. قصة الطيارة. قصة الطيارة مكسورة الجناح كانت. شو؟ غنيتها أنت بالروماني؟ لا مو بالروماني، إنجليزي. إنجليزي؟ لا ده يقولوا لك روماني. غني لك روماني النوم. انا اعرف 7 لغات. يقولوا لك اكو كلمات رومانيه بيها. لا ماكو رومانيه. انا هو اللي دا اشوف انه انجلش رايت اند فيري جود. يقول لك اسمعني مخرجنا دي يعاند كل شيء، يقول لك اكو كلمات روماني. انا ما علي انت وياه. يلا اختاريت رقم 2. سوري. نعم. نشوف رقم 2. يلا رقم 2 ونشوف رقم 2، وان شاء الله الحظ يلعب دوره ويانا. 400 دولار حلوين. يا سلام. او ماي جاد، او ماي جاد. That's good. Nice. يلا. Let's go. Dancing. يلا المرحلة الثالثة. والله انت شنو رايك؟ استمر؟ انا اريد رايك انت، استمر او انسحب؟ والله دا يقول لك استمر. استمر؟ استمر. يلا اشوف رقم 3 هسه حظ اللي طلبته. يلا رقم 3. ترى انت ما بقت عندك ولا وسيلة مساعدة. اوكي. ولا وسيلة مساعدة. يا. Listen to me. اسمح لي. يلا شوف رقم 3. اوه 800 دولار حلوين. 800 دولار حلوة. مولتومير. مولتومير. جراسيا بالإيطالي. جراسيا. هاي شنو انت حضرتك كم لغة دارس؟ مولتومير بالروماني. رونيا بولا باليوناني. هاي شنو انت؟ هاي تشتيتو. هاي كل تشتيتو. هاي كل تشتيتو. تانكشن ألماني. بعد تبدين كم لغة؟ تانكشن؟ أوكي تانكشن. أوكي. إيه لانكشن.
أعتقد هنا أنا أقرر الانسحاب لأن ما أعتقد إنه الحظ لا أمنا أكثر من هل أنسحب. طيب 800 دولار حلوين حتى لا يروح رصيدك، وأنا أتمنى لك الموفقية من كل قلبي. هاي بيا لغة اللي تقولها إلي تشوز يا لغة تحبين أقول لك إياها تشوز دا يقولوا لك تشوز تشوز. شكرا لك كل اتصالك، نورتنا دكتور نزار، وأكيد مكالمة حلوة ورائعة، وأحب أوجه تحية لكل ناسنا اللي متابعينا، وراح أوجه تحية الشخص يوميا متابعنا ويبعث لنا رسائل حلوة، فهد أبو ليا تحياتنا إليك لأنه ده توصلنا فعلا مسجاتك وفيديوهاتك الحلوة. Thank you very much إليك. شوني نعديت شوية مو؟ شكرا مشاهدينا، كثف اتصالاتكم، كثف مسجاتكم. مثل ما شفتوا دكتور نزار أخذ الفلوس راح يعطيها للفقراء، حب إنه يساعد بها ناس، حب انه تكون عيدية من عنده، مقدمة من عنده، احنا اكيد مقدمين هاي الجائزة الى قناة الرشيد الفضائية، لكن هو وين راح ينطيها؟ راح ينطيها للمتعففين ويقول اني اكمل عليها زيدها وانطيها لهم. تحياتنا لك والله يوفقك والله ينور طريقك. وعدي اتصال ولا لا؟ اوكي دا يجهز الاتصال ويانا. طيب اوكي، المشكلة انه اني صار من البارحة واليوم اني مريضة. زين لا ما احب هاي الكلمة. اي والله قول غير شيء. يلا احمد هسه دا يجي. ركض اركض اركض اخوي اركض اركض اركض. الو احمد الله يخليك، شلونكم؟ اركض 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 اركض. وين اركض وين اركض؟ تجري البرنامج ايش اسوي لك؟ شو اخبارك احمد امورك؟ الله يخليك. من وين تتصل بينا حضرتك؟ والله دارنا الحمد لله بخير. من وين تتصل بينا؟ انا من النجف. علي ليالي 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 وعلي راح. تحياتي لك ولكل اهالينا بالنجف، نورتونا. الله يخليك يسلمك ويرضى عليك. احمد انت متزوج ولا ما متزوج؟ اي متزوج. عندك اولاد؟ عندي 2 اطفال. يلا ناخذ لهم عيديه حلوه، ايش تشتغل؟ الله يخليك، انا صاحب الاسواق. عاد جنايه عاد جديد اهل الاسواق كلها تخابرنا مخلصين. شو قاعد بالاسواق ولا باحث؟ خاطر رشيد الصباقي يعني حلوه برامجها حلوه. هلا 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 بيكم، هلا نورتونا. يلا استاذ ظهر ويانا بالجو. نعم. من كم دوله يتالف ما يعرف بالشرق الاوسط؟ 12 دوله، 15 دوله، 18 دوله. 18 دوله. كل ما تكبر تحلى وتصير احلى واحلى. زقيت؟ زقيت 18. يلا نشوف الإجابة. رصيدك 100 دولار حلوين. 100 دولار رصيدك. وين كانك نايم؟ 100 دولار رصيدك حلوين حلوين. يلا نبلش بالمرحلة الأولى، مرحلة الصناديق، وثلاث صناديق راح تظهر بالجو أنا وياك. يلا نختار صندوق تشكتوتو تشك تشك. يلا 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 اختار لي رقم. اختار ها الارقام ما ادري شوف. اختار رقم 2. يا الله يلا رقم 2 يلا شباب يلا. انا هنا هنا اريد الشاشه تغمض حتى ما يشوف رصيده. شديد القاعد يرجف يعني ما اعرف. رصيدك 200 دولار. الله رصيدك 200 دولار. الله رحم الله وجهكم. احكي لي. والله فرحتوني. احكي لي. نعم. احكي لي. شو اريد اسالك سؤال؟ لا لا خليني. اريد تغني لي. ما اعرف الغنى مو يعني مو قوي. اوكي شعر. شعر طقنا بشعر.
ولا اعرف اشعار. هسه يومي انا اقول لكم شعر هو نفسه نفسه، تقولوا لي انتم غير شيء. والله ذاك اليوم سمعت فد شعر بس يعني ما حفظته. اوكي يلا المرحلة الثانية، هسه انا اذكر لكم شعر بقوله. يلا. المرحلة الثانية راح تظهر ويانا بالجو، عندنا أربع صناديق، 1 2 3 4. انطينا الرقم. اختار رقم 3. بمشوفك إلي الغير النظر ممنوع، أو تصف العيون غير إش حدها وإش حدك. مو أموتة شو سوي؟ تصف العيون غير إش حدها وإش حدك. نعم. يا ثلاثة ثلاثة. يلا ثلاثة، يلا نفتح الصندوق. خلي ادق الباب وقف. يلا افتح الصندوق. اوه بقيت محافظ على رصيدك 200 دولار حلوين؟ حلوين؟ لا بأس بيهم. لا بأس بيهم. 200 دولار حلوين، طيب اوكي. اي مو دعحت وقاطعتوني قبل شوي. 200 دولار حلوين ام قاطعين؟ أخذ هنا أحمد بالعافية عليك وفزت بيهن ويانا أو شايف كل الخير. مشاهدينا كل شوي أني أذكر وأقول أنه اللي راح يتصل بينا أكثر شخص أكثر اتصالات راح ياخذ 1000 دولار. الجائزة حلوة وموجودة. شو وقت السحب؟ بكرة مو؟ باكر ببرنامج جو كاش راح تتم السحبة على 1000 دولار، والألف دولار راح تكون وين؟ يمنا، حتى أنت تاخذوها يمنا. الألف دولار راح تكون موجودة حتى أنتوا تاخذوها، ريتكم تكثفون اتصالاتكم هواية هواية هواية. 24 ساعة الاتصالات مفتوحة والمسجات مفتوحة، كل ما تكثف اتصالك كل ما تكثف مسجاتك أكيد. وهي يعني هنا إيجي يعني إيجي أوكي. كل ما تكثف اتصالك كل ما تكثف مسجاتك راح تزيد فرص الربح، فأنت ما عليك إلا تقول ألو توصل ويانا وتفوز ويانا. بالإضافة للجوائز اليومية المقدمة من قناة رشيد الفضائية اللي راح ننطيها الكل متصل راح يتصل بينا. يلا هدي اتصال منو؟ أو ناوي لك علانية بس انت اصبر شوية. باكر شلون ناويت لكم نية؟ الألف دولار اللي راح انطيه باكر اشلع قلبي للي راح يفوز. يا يلا اقول اسمه مو يومي يعني اقول الاسم واقوله وبسرعه. باكر لا باكر ناوي على نيه. خلاص خلاص مشاهدينا كثفوا اتصالاتكم كثفوا مسجاتكم، واكيد كل ما تكثفوا اتصالاتكم او مسجاتكم راح تفوزون ويانا. يوميا ننوه ونقول انه اكثر شخص راح يتصل وراح يدز مسجات هوايه راح تكون اكو جائزه تنتظره. 1000 دولار باكر راح انطيها لاكثر شخص راح يتصل، او جوائزنا مستمره لحد نهايه شهر رمضان المبارك. ما بقى شيء، اكيد نهايه شهر رمضان المبارك وعوائلنا الحلوه والطيبه تحضيراتهم على العيد، وكل سنه نشوف انه اهم شيء عندنا الكليتشه اللي نسويها. طبعا انا ما اسوي كليتشه اتعب دي، هاي الحلوين تروح. يوميا ان شاء الله ايامنا كلها عيد كلها افراح وكلها مسرات، وان شاء الله يدوم الله علينا بس نعمه الامن فدوه، بس هاي النعمه نريدها ما نريد غير شيء. وان شاء الله برامجنا اكيد حلوه والقادم افضل، وراح نشوف هوايه مفاجات وخصوصا ويا قناه الرشيد الفضائيه هوايه اشياء جديده راح تشوفون. كل شيء يتجدد كل شيء حلو راح تشوفوه. يلا شنو؟ اوكي. ايه ايه. طيب اوكي. اوكي طوني الاسم الثلاثي. طيب يلا علي. ما يعني التنت ما هاي مرجية منك؟ تدي تليفون بوتشي؟ خلص بعد ما راح اخابرك. تحياتنا لكل مشاهدينا بكافه محافظاتنا العراقيه واكيد خارج وداخل العراق، تحياتنا لكم. شو؟
لا يعني ده شاقة أكيد. فأكيد علي راح يعاود الاتصال بينا وأكيد راح يكون موجود يعني على الجو مباشر. فأهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لكل عوائلنا العراقية اللي موجودة ويانا واللي دا تتابعنا يوميا على شاشة الرشيد الفضائية وجو كاش. روح فاصل أشوفها. ألو ألو وياك رجاء، شلونك؟ الحمد لله زينة. شخبارك أمورك؟ والله الحمد لله، أنتم شلونكم؟ إحنا تمام بخير الحمد لله. احكي لي رجاء، حضرتك متزوجة؟ إيه أنا مطلقة. أها حلو، عندك أولاد؟ إيه والله عندي ولاد وبنين واثنينهم مرضى. الله يساعدك والله يكون بعونك. طيب حضرتك يعني مطلقة، الأولاد يمك ولا يم زوجك؟ لا عندي. الله يعينك. يلا انت وين ساكنه رجاء؟ انا ساكنه تقاطع درويش يعني مقابل السيديه. حلو، تحياتي لك. اكيد كل اهالينا بالمنطقه اللي ذكرتيها. خلينا نشوف جو كاش، الشاشه حلوه نشوفها. يلا شوف. نشوف الشاشه ونشوف السؤال. طلع السؤال انا وياك بالجو، خليني اقرا لك. ما العملة الرسمية في المملكة المتحدة؟ المملكة المتحدة تعرفيها؟ المملكة المتحدة رجع. لا ما تعرفيها. طيب العملة الرسمية في المملكة المتحدة شنية؟ الجنيه الاسترليني لو الدولار لو اليورو؟ الاسترليني. يلا خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. شوف الإجابة الصحيحة، عافية عليك، الجنيه الاسترليني، عافية عليك إجابتك الصحيحة. يلا رصيدك 100 دولار. لقيت رصيدي؟ 100 دولار. 100 دولار، أي. يلا، ثلاث صناديق، 1 2 3، اختاري لي رقم بسرعة. 3. يلا 3. زعلان رقم 3، اختاري لي غيره. رقم 3 اختاري. لا غيره، تركيا. غيره؟ اي 2. يلا رقم 2 ونشوف رقم 2 وشنو بداخل رقم 2. 200 دولار. حلوين حلوين 200 دولار حلوين. يلا نشوف المرحلة الثانية، وأربع صناديق راح تطلع بالجو. يلا أربع صناديق بالجو، 1 2 3 4، اختاري لي رقم. اختار رقم؟ أي. أربعة. يلا رقم 4. نص صوت التلفزيون بليز رجاء لو سمحتي. 4 اختاري. يلا رقم 4. اوه بقى رصيدك 200 دولار، بقيت محافظة على رصيدك همزين. كان راحت فليساتك. شكرا لك ولاتصالك، ما خسرتي. لا عندك رصيد 200 دولار، ما خسرتي، فزتي ب 200 دولار ويانا. شكرا لك ولاتصالك، نورتينا. الو حسين. الو السلام عليكم. شو اخبارك؟ الله يخليك، الله يحفظكم قناة الرشيد. امورك؟ والله اخوي الحمد لله. حسين من وين تتصل بينا؟ من ميسان. تحياتي لك ولكل اهالينا بميسان. شلون اهل العماره؟ والله الحمد لله بخير. او شالوا للعماره شالوا. يلا حسين عيني، نروح انا وياك للشاشه. يلا نروح للشاشه. يلا حطيت انه اقوم للشاشه. يلا سؤال العبور، سؤال سهل جدا، ركز ويانا. يلا. في اي عام قتل الزعيم السياسي الهندي مهاتما غاندي؟ في أي عام قتل الزعيم السياسي الهندي مهاتما؟ 48 غاندي. يلا 40 48. يلا طبعا غاندي عنده مقولات تجنن، عنده أقوال تتشيف. يا منو؟ شلون عرفت إنه أنا أقرأ؟ والرصيد 100 دولار صحيح، 1948.
الحمد لله شكرا. يلا المرحلة الأولى ثلاث صناديق راح تطلع ويانا بالجو ونبلش أنا وياك. يلا. ها؟ اختار لي رقم 1 2 3، اختار لي رقم. 1. رقم 1. أوه أنا حلوة وزي الفل بس زعولات رقم 1. غيره تشنج. 2. يلا رقم عمر رقم 3 وفضنا يلا. 3 بخاطركم. آه يلا رقم 3. رقم 3 ونشوف 200 دولار حلوين. الحمد لله. 200 دولار حلوين بالعافية عليك. الحمد لله. يلا المرحلة الثانية. يلا. المرحلة الثانية راح تطلع 4 صناديق، 1 2 3 4، اختار لي رقم. ثلاثة. رقم 3؟ زعلان، زعل رقم 3، ايش بسرعة؟ خليه ولي مريده، ناخذ 4. يلا 4. $400 حلوين. حلوين. لا ما عندك ولا وسيله مساعده، لا داني ايش قلت لك. يلا بعد نسحب ونشكركم قناه الرشيد. شكرا لك ولاتصالك، نورتنا واكيد مشاهدينا اهلا وسهلا بالكل ونرحب بالجميع. كل الهلا بيكم، اتصلوا بينا اكثر، كثفوا اتصالاتكم، كثفوا مسجاتكم، ما عليكم الا تكثفون ذني كلهن واحنا موجودين. يلا شنو؟ يلا نروح فاصل قصير وراجعين لكم. جو كاش وياكم دائما. اكيد جو كاش ربح ملايين فلوس وهوايه هوايه هوايه. شو ايشي؟ اوكي. ما ادري ترى. مو قالوا لي لا. هسه شلون انا ابقى هيك؟ او اكيد راح تشوفون في شغله راح تظهر بالشاشه مباشر. اريد اشوفها. ظهرت؟ شوفوني اياها. شوفوني اللي ظهر. اوه فقرة الاتصال المباشر دخلنا بها احنا وياكم. دخلنا في فقرة الاتصال المباشر. مشاهدينا اللي يحب يتصل بينا خليه يتصل بينا، واتصال مباشر اكيد اكيد راح يوصل ويانا بالجو دون اسئلة ودون ما نروح للشاشة قبل، بس يحكي وياي يقول لي هو شنو متزوج منو كذا. انطي فليسات ياخذ الحلوات كيفي كيفي. يلا كثف اتصالات، كثف اتصالاتكم او مسجاتكم الحلوه اللي تنورنا يوميا 24 ساعه الاتصالات مفتوحه. اهلا وسهلا بالجميع. يلا نسمع شيء حتى بعدها نبلش احنا بالاتصالات. وحس اخبارك من وين تصل بينا؟ من بغداد حضرتك؟ من زيونه. تحياتي لك ولكل اهالينا بزيونه، نورتونا. تستنين نورك. قاسم متزوج خاطب؟ كم؟ لا متزوج ولا خاطب طالب. بعدك يا حلو يا مواليد؟ كلية مدرسة؟ اي 97. ايش قد؟ 97. اي نعم. صوتك مال واحد كلش كبير. لا ما اعرف يمكن صوتك عشان يعني. يلا قاسم بما انه انت ويانا وثالث اتصال فايش قد راح انطيك؟ كيفك؟ $300 حلوين. جميل. شكرا لك كل اتصالك، نورتنا يا قاسم. وان شاء الله اكيد من نجاح النجاح، وان شاء الله تكمل حياتك، حياتك تكون حلوه. يلا كثف اتصالاتكم، كثف مسجاتكم، لانه مرحله شنو؟ فقره الاتصال المباشر مبلشين احنا وياكم بيها. باكر راح يكون وياي اكو سحب. هاي السحب عن اكثر شخص يتصل بينا، ايش قد؟ $1000 راح ياخذ. $1000 راح ياخذ اكثر شخص اتصل بنفس الصباح، بنفس الصباح. اكثر شخص اتصل بينا. اتصلوا اكثر، كثفوا مسجاتكم، كثفوا اتصالاتكم، واحنا نرحب بالجميع. يلا. شنو؟ منو؟ يلا.
يلا مشاهدينا كيف اتصالاتكم، كيف مسجاتكم، اتصالاتكم الحلوة أو سماع أصواتكم الحلوة دائما نحب نسمعها مو؟ ودائما نحب ندردش وياكم وأداهركم شوية. يلا ايش قد بقى لي وقت الفقرة اتصال مباشر؟ أوه اليوم مبكر. ليش؟ ليش؟ ليش مبكر؟ أوكي هو هيك. أوكي طيب 10 دقائق عندنا وقت كلش هواية. هاي العشر دقائق يعني تقدرون انه تتصلون، هاي التليفونات تتصلون تقولون الو وتصلون معي. ها من عندي؟ ها اوكي تقدرون انه تتصلون توصلون ويانا اتصال مباشر. اتصالات مباشرة راح تاخذ فلوس من عندنا بدون لا اسئلة وبدون ما نروح للشاشة، راح نكون انا وياكم موجودين وبالجو او مجرد توصل وياي راح تاخذ فلوس. يلا الو جمال. الو مرحبا. جميل جمال شلونكم يا هذا؟ ملوش مثل. الو شلونك جمال؟ والله بخير على الله. شلونكم؟ تمام شخبارك انت؟ والله بخير على الله. احكيلي والله ما كل حفلتكم هاي هذا الخير ان شاء الله. تسلم تسلم والله يخليك ابويا. احكيلي جمال حضرتك من وين تتصل بينا؟ من بغداد. من بغداد من الافغان. مين؟ من الاسكان. الاسكان تحياتي لك ولكل اهالينا بالاسكان، ادري قريب علينا. شكرا لك واكيد احنا اكيد سعداء بسمع صوتك. احكي لي جمال متزوج؟ اي والله. عندك اولاد؟ عندي اولاد اثنين. يلا بما انه انت متزوج وعندك اولاد اثنين فراح اعطيك 350 دولار حلوين. يا الله يا الله حلوين. انا ما صفيت. نورتنا جمال شكرا لك ولاتصالك. يلا نقول الو. ها مو يعني والله حرت. يلا مشاهدينا استقبل اتصالاتكم اكيد على الارقام اللي راح تظهر اسفل الشاشه. توكل اللي راح تظهر اسفل الشاشه. اللي يحب يدز لنا مسجات، اللي يحب يتصل بينا الارقام موجوده. واهلا وسهلا بكم. واهلا وسهلا بكم تنورونا يوميا. اريد الكل ينورنا والكل يتصل بينا ويسمعنا اصواتهم الحلوه، اصواتهم اللي راح تكون موجوده ويانا. خلينا نسمع شيء. طوني اغنيتي. طوني اياها.